بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، ينطلق على حضراتكم هذا الشوط الجميل وهذا الشوط المثير الذي ينطلق. هناك رصدت للفية الصعوب الجعدان خنجر، أيضا رصد للفية الصعوب. نتمنى التوفيق للجميع. زايد سيارة مع المركز الأول ومقدمة الشوط أشقر حمود بن حمد الوهيبي، من ينطلق في المقدمة والصدارة المركز الثاني. بسم الله ما شاء الله على هذا الدخول. أيضا مبعد سعيد بن سنوت الوهيبي من ينطلق على المركز الثاني، يغير المركز الأول المركز الثالث. شاهين حمود بن علي الوهيبي ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع. الشارد حمود بن سعيد الحارثي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. أعود إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، إلى الانطلاق الجميل والتحدي المثير الذي انطلق به مبعد نحو المركز الأول. ما شاء الله على هذا الاندفاع وهذا التغيير السريع نحو المركز الأول. انطلق هناك وحيد خارج السرب مغردا نحو الناموس والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني، ألاحظ هنا الأسماء البعيدة المشاركة في هذا الشوط، لكن الصدارة والمركز الأول ما شاء الله. مبعد يا مبعد اللي باعد بالمشاركين وبعابرة النقل وبالكادر الفوقاني وبقيادة سعيد بن سنوت الوهيبي ينطلق في هذا التحدي الجميل، يبحث عن السيارة في هذا الشوط وفي هذا التحدي المميز. المركز الثاني، هنا المركز الثاني، شاهين حمود بن علي الوهيبي ينطلق على المركز الثاني في هذا الشوط وفي هذا التحدي الجميل وفي هذا التحدي المميز على المركز الثاني. لكن مبعد نحو صدارة هذا الشوط منطلقا بهذا الأمال الكبير. سعيد بن سنوت الوهيبي ينطلق مع صدارة هذا الشوط المركز الثاني، المركز الثاني. شاهين حمود بن علي الوهيبي وصل شاهين في هذا الانطلاق المميز منطلقا في هذا التحدي الجميل وفي هذا التحدي المثير. غير هناك مع الصدارة شاهين اللي غير، أيضا حمود بن علي الوهيبي ينطلق مع شوط الصعوب مع السيارة في هذا الشوط وفي هذا التحدي الجميل وفي هذا التحدي المميز منطلقا مع الأمال الكبيرة. خنجر الجعداني الصعوب تبغى وأيضا تغادر مع شاهين. حمود بن علي الوهيبي أيضا من ينتزع هذا الشوط بهذا التحدي الجميل وهذا التحدي المثير وفي هذا التحدي المميز. السيارة، السيارة أيضا انتزع هذا الشعار الأخضر. تهانينا والناموس لمالك شاهين حمود بن علي الوهيبي المركز الثاني، أيضا مبدع سعيد بن سنوت الوهيبي والمركز الثالث، المركز الثالث بشعار حمود بن سعيد الحارثي حاصل على المركز الثالث. دقيقتين 59 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط، 34 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.